دائما كان يخطر على بالي السؤال انه مين هو اللي عنده authority اقوى؟ هل هو ممثل المالك ولا هو المكتب الاستشاري ولا الشركة الاستشارية الرئيسية ولا شركة التصميم ولا السوبرفيجن ولا المقاول؟ ضليت هذا الديبيت جوا راسي لغاية ما انا عرفت هذا الحكي through experience عن طريق الخبرة العملية اللي انا تعرضت لها في دولة قطر تحديدا. هذا الفيديو مخصص للمهندسين بشكل عام وبدي اخص في المهندسين حديثين التخرج، خلينا احكي في المرحلة من سنة لثلاث اربع سنين اللي دايما راح يخطر على بالهم هذا السؤال، مع مين اروح؟ مين الاقوى؟ مين عنده اوثوريتي احسن؟ مين اللي اني انا اشتغل معه احسن من الثاني؟ جاسر مصطفى وجي توبس ونومور، وخلينا نبلش. هذا السؤال دائما كان يخطر في بالي بس ما كنت شايل له هم كبير صراحة لغاية ما انتقلت للعمل في دولة قطر في نهاية 2015. أنا كمهندس معماري جيت على دولة قطر لسه، يعني خلينا أحكي خبرتي لسه في أولها، وخلص هو عبارة عن مكان وبشتغل فيه وبعمل ديزاينز بعمل الشوتس بكيف حالي وأنا عم بشتغل. لغاية ما في يوم من الأيام أنا اشتغلت في دولة قطر في شركة هي كانت عبارة عن ممثل مالك، ولسبب أو لآخر كنت راح انتقل من هاي الشركة لأنه أجاني أوفر بس أنا مش عارف أقرر. هذا الأوفر كان في شركة استشارات هندسية، شركة سوبر فيجن على نفس البروجكت، يعني شوف الصدفة، أنا مع ممثل مالك نفس البروجكت في ديزاين كونسلتنت هي عبارة عن سوبر فيجن كونسلتنت. طيب هل أضل مع الممثل مالك ولا أروح للسوبر فيجن؟ الكل راح يحكي لي طب ما حسب الراتب مثلا، راح أحكي له لا الراتب نفسه. طب حسب البوزيشن؟ لا البوزيشن كان نفسه. فقلت انا ما لي غير ان انا اسال المهندسين المعماريين والمهندسين اللي انا بعرفهم مين احسن لي، اكون مع ممثل مالك ولا اروح مع مكتب السوبرفيجن تبع البروجكت نفسه اذا كان نفس البوزيشن وكان نفس عدد ساعات العمل وكان نفس الراتب، يعني كل الاوفر نفسه، بس هل انا اكون مع ممثل مالك ولا اكون مع سوبرفيجن كونسلتنت. خليني احكي لك انه انا ما قدرت احصل على اي جواب يشفي غليلي، وبعدين ذهبت الى ما اهتداه قلبي، شفت شو انا مطمن له ورحت. الفكرة في الموضوع أنا ما رح أحكي لك كتير مين أحسن ومين أسوأ لأنه مش بهذا التعبير هي مين أحسن ومين أسوأ، رح أحكي لك شو ترتيب الأثوريتيز والباور تبع هاي الشركات في البروجكت نفسه إذا كنا عم نحكي عن نفس البروجكت اللي إحنا عم نشتغل فيه. أول شيء ما بيخفى على أي شخص في الكوكب إنه المالك هو رأس الهرم تبع أي بروجكت، سنس إنه هو آراءه وطلباته واختياراته ما تعرض مع الريجيليشنز، هذا أهم شيء، ما تعرض مع الريجيليشنز هي حتمشي من غير ما تغلب حالك. فالمالك هو رأس الهرم في الباور في البروجيكتس اللي بنحكي عنها، سواء كان هو جهة حكومية، سواء كان هو شخص، سواء كان هو شركة، بغض النظر شو هاد المالك نحن عم نحكي عنه. تحت المالك يوجولي بيجي الأثوريتيز والجهات المعنية بترخيص أو إصدار الرخص أو الأوراق الرسمية أو الموافقات للبروجيكت اللي أنت عم تشتغل عليه، سواء كنت مهندس أو كنت مالك أو كنت ممثل مالك أو whatever كان البوزيشن تبعك. بس هذه الجهات ما بيجي الانبوت تبعها بقوه، مثلا خلينا نحكي مرحله الكونسبت ديزاين او باي مرحله من مراحل البروجكت بيجي بقوه وبتظهر هاي الجهات والانبوت تبعها ويس ونو لما توصل لبعد البريليمينري ديزاين وتاخذ موافقات مالك اوكي عاجبني وحلو بجنن، وتبلش بدك تاخذ موافقات مبدئيه وبعدين تنتقل لموافقات نهائيه، بدك تاخذ رخص بناء، بدك تاخذ رخص حفر، بدك تاخذ كومبليشن سيرتيفيكت شهاده اتمام بناء، بدك تاخذ شهاده اشغال، شهاده دفاع مدني اند وات سو ايفر، كل هدول تيجي في الجهات المعنيه بقوه. لكن في المراحل الاوليه بتكون شركه التصميم المختصه او شركات التصميم اللي عم تشتغل على البروجكت اذا كان يتطلب اصلا اكثر من شركه، فهي بيكون الانبوت تبع الاثوريتي اصلا امبيدد في الديزاينرز تبع البروجكت والمهندسين اللي عم بيشتغلوا على البروجكت اساسا، لانهم عارفين شو الريجيليشنز اللي بيشتغلوا عليها، فبيشتغلوا على الريجيليشنز المسموح فيها من الاثوريتيز انك انت تشتغل فيها. بعد الاثوريتيز وهاي الجهات الرسميه اللي انا عم بحكي عنها ديفينتلي راح يجي شيء احنا بنسميه ممثل المالك، وهو مش محصور بشخص، يعني مش هو واحد ممثل المالك، لا هي ممكن تكون شركه او عده شركات او ديزاين كونسلتنتس او استشارات هندسيه تكون تشغل منصب ممثل المالك، وخاصة هاي بتيجي في المشاريع الكبيرة واللي فيها شغل كثير. هلا بعد هدول الجماعة أكيد بيجي ديزاين كونسلتنت أو المين ديزاين كونسلتنت المعنية في تصميم المشروع. هلا هاي المين ديزاين كونسلتنت ممكن تكون أكثر من برانش أو أكثر من شركة، شركة معمارية، شركة إنشائية، شركة MEP وخدمات، واتيفر الخدمات اللي بيحتاجها البروجكت، فبيكون في إلها شركة استشارية بيجي
بيتربع في هذا المكان والمكتب الاستشاري. تحته أكيد بيجي السب كونسلتنتس أو الشركات الفرعية الاستشارية اللي ممكن يكون لها إنبوت في البروجكت، المشاريع اللي فيها complicated details, complicated services من الديزاينرز اللي بيشتغل على البروجكت، من متطلبات أصلاً الكلاينت اللي هو أساساً حكينا متربع على هرم هذا العرش. ولما يروح على الأثوريتيز وياخد الأبروبلز بده يروح على البيدنج ويروح على التندرينج ويروح ينزل العطاء أو يتعين بوات إيفر الطريقة، المقاول الرئيسي اللي راح يقوم بإنشاء هذا المشروع. خلينا شوي ناخذ مثال الكونستراكشن بروجكتس. بيجي المقاول الرئيسي بيرسع عليه عطاء هذا البروجكت، ومن الأوقات الحالية ومن زمان كمان، بس الأوقات الحالية عم بيكون كثير إيش اسمه ديزاين أند بيلد بروجكتس، بيكون في مقاول هي ويل هاير ديزاين كونسلتنت تكون تشتغل على الديزاين ديفلوبمنت تبع البروجكت. فبيجي تحت المقاول الرئيسي الديزاين كونسلتنت أو كونسلتنتس اللي تشتغل معه على الديزاين ديفلوبمنت تبع البروجكت، اللي دي والريبورت للمقاول، مقاول هي والريبورت للمين ديزاين كونسلتنت، اللي دي والريبورت للاثوريتيز، اللي دي والريبورت كمان للكلاينت. فهون بيجي عندنا الديزاين كونسلتنت اللي تحت المقاول، اذا كان معاها كمان سب كونسلتنتس اكيد راح يجوا كمان في الهرم تحت المقاول، وبيجي كمان معاهم السب كونتراكترز. السب كونتراكترز هو المقاولين الفرعيين اللي راح يشتغلوا على هذا المشروع حتى يتم انشاء هذا المشروع. يجوا المقاول الرئيسي ما بيعمل كل شيء في ايده ومش في التيم تبعه دائما، فهي والهاير راح يوظف مقاولين فرعيين يقوموا بعملية الانشاء معه لحتى ينتهي من انشاء المشروع بالوقت المناسب بالكلفة المناسبة وإلى آخره. وهذول دي والريبورت للكونسلتنس وللمقاول نفسه اللي هي والريبورت للناس الباقيين اللي حكينا عنهم. وبيجي تحتهم كمان السب كونتراكترز، بيجي معاهم كمان السبلايرز اللي هم الموردين، وبيجي معاهم كمان مانيفاكتشرز اللي هم المصنعين، والسب كونتراكترز الثانيين اللي حيشتغلوا على البروجكت. هلا هذول البيبل اللي هو مانيفاكتشرز وسبلايرز مش بس بيجي تحت المقاول، ممكن يكونوا كمان يشتغلوا مع المين كونسلتنت اصلا من ايام الديزاين، فهو اساسا فيه الانبوت كمان مختلف. بس هذا خليني احكي الهرم الرئيسي اللي ممكن يتخللوا كمان بوزيشنز ثانيه، بس هذا الترتيب الرئيسي اللي نحن بنحكي عنه في البروجكت. هتسألني طب بعد كل هذا الهرم اللي انت رسمت لي اياه على الفيديو تبعك انا وين اروح مع مين؟ هلا بدك تحط في بالك اول شيء انه المالك ممثل المالك، والاوثوريتيز مش شرط يكونوا شركات. هلا يجوا لي الاوثوريتيز هي جهه حكوميه، المالك ممكن يكون مستثمر فهو مش شركه، او ممكن يكون شركه استثمارات، او ممكن يكون شركه عقاريه، او ممكن يكون مقاول عم بيستثمر. فالمالك ممكن يتنوع اصلا، ممكن اصلا شركه تكون من الشركات اللي انا حكيتهم في الهرم تبعي، بس هو كباور وكاوثوريتي هو اقوى واحد. طيب خليني احكي الشركات الاستشاريه، طب هم السب كونسلتنتس برضه ممكن في مشاريع ثانيه يكونوا مين كونسلتنتس، فهذا الموضوع انت ما بتقدر تحكم 100%. لكن اذا انت كنت في واحد من هذول الاماكن في نفس البروجكت، انا عم بحكي عن سيتويشن محدده، فانت اذا كنت ممثل مالك فانت خليني احكي اكبر باور هي راح تكون بين الشركات اللي انت عم تشتغل معاهم. طبعا اذا كنت بالاوثوريتيز انت الباور تبعك كمان عاليه، لكن الانبوت تبعك قليل، ما حتشتغل في الديزاين ولا حتشتغل في البروجكت، انت بس راح يجيك الريزلت انت حتوافق عليها as per regulations او لا. سو انا اذا بدي احكي عن نصيحتي، اذا المشاريع عند ممثل المالك مستمره ومتكررة وكبيرة مش متكررة بنفس البروجكتس، عم بصير بروجكتس كتير، فأنا بنصح إنك تكون مع ممثل المالك. إذا أنت بدك تاخذ خبرة قوية في التصميم وفي الشغل وفي الدعك، أنت لك تكون مع شركة استشارات، ويفضل إنك تكون مع شركة الاستشارات الرئيسية. إذا بدك تاخذ خبرة قوية في السايت وتستفيد منها ليتر اون إذا حولت على الديزاين، فأنت لك تشتغل مع المقاول الرئيسي. هذول أنا بفضل إنك أنت تشتغل معاهم، وهذول بفضل ترتيبهم. الرواتب والحوافز والقوة بنفس الشركة اللي انت فيها هاي تعتمد على البوزيشن تبعك، تعتمد على شطارتك، تعتمد على السكيلز اللي انت بتشتغل فيها. لهون انا بكون وصلت لزبدة الفيديو اللي انا عم بعمله لليوم. ان شاء الله بيكون مفيد، اذا كان مفيد فياريت لو نعمل لايك، واذا في حد ممكن نستفيد منه نبعث له اياه ونعمل له شير لهذا الفيديو، واذا انت جديد على الشانل فياريت لو انك تعمل سبسكرايب، تعمل انيبل نوتيفيكيشن بيل لحتى يوصلك دائما كل جديد. إن شاء الله هذا الفيديو يفيد كل حديثين التخرج، كل المهندسين اللي بداية مسيرتهم اللي مش عارفين هذا الجواب، كل المهندسين in general اللي بيدوروا على جواب هذا السؤال. إن شاء الله تضلوا بخير وسلامة وصحة، وديروا بالكم على حالكم، وأشوفكم في فيديو جاي، وسلام.